اللهم بلغنا رمضان ولا تجعل لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم لا تحرمنا فيه أجر الصيام ولا القيام ولا أجر قراءة القرآن. يا خالق الكون والوجود، لمن نشكي وأنت موجود؟ بابك لم يكن مسدود. يا رب أعطنا النفس الراضية وصدورا من الهموم خالية.